ميلي ما ميلي يا عيني والهوى ماله دوا يا مو ميلي يا لبنايا. شو منو انت هاتي ده؟ شو انت كنت عم توشوشي يوم؟ لا عم بحكي مع ابن عمي. ايش عم تقول لابن عمي؟ نعم نتقتل. عم تقتلوا؟ ليش؟ ايش اسمك انت؟ لولو. ايش قولي له وين؟ ايش شو عم تقولي؟ عم بقول له وين كنتي؟ وين كنتي بالجامع؟ بالجامع. ايه طيب شلون كنتي بالجامع شو عم تقتلوا؟ لا الله اجينا. اه؟ الله اجينا. ايش عم تعلمي بالجامع؟ قرآن. ايش حفظاني قرآن؟ سمعيني ده شو؟ يلا سمعي حب. ختمت حاضرا ولا غيبا؟ ختمت القرآن؟ حاضرا ولا خلصت عمه وتبارك؟ تبارك هلا عندي قد تبارك. هاي بنت اخوي، هدول ولاد اخوي، هي يتيمة. بسم الله ما ايش اسمك؟ حسناء بابلي. يعني انت يا حسناء ختمتي القرآن حاضرا؟ اي هلا وصلت غيبا، ختمت عمه وصلت على تبارك، ان شاء الله عندي اختبارك. طب سمعيني شيء من تبارك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. صدق الله ما شاء الله عليك، فورا تربحي معنا 500,000 ليرة. ناس لبعض الناس لبعض. هي لحالة؟ انت ايه. عندك أخوة؟ اي أنا عندي أخوي عبد الله. أخوك أصغر منك؟ لك ايه لا أصغر من صف ثالث وأنا رابع. وين أيتام؟ مين؟ أمهم عم تربيهم. أبوي ميت. ايه هو أخوي الميت. شو صار له؟ صار له 7 سنين. وأمهم اللي عم تربيهم؟ ايه. ما تجوزت، قعدت وين قاعدة؟ عند أم، عند بيت جدي. عند بيت جدي. وأنت شو اسمك؟ يلا أحمد. أحمد هذا ابنك؟ لا هدول أولاد أخوي، أنا بدرس بالجامع. أيوة. ايش اسمك يا احمد؟ ايش اسمك يا احمد؟ هاي هاي لقطه الموسم. احمد. احمد انت ايش حفظان؟ طيب سمعوا. حاضرا. حاضرا. حاضرا هات نشوف. يلا افتح حاضرا نشوف. شوي 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 يعني. اقرا له حاضرا. يلا بالتجويد. اقرا لي حاضرا بالتجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر صدق الله العظيم. برافو عليك، تربح معنا. طلع علي شو قادر ربحك معنا؟ 200,000. يلا دقيقة شوي، هلا بدك تقولي لي، تحكي لي عنهم انت، يعني اولاد انت بالبيت نفسه كم عيلة موجودة؟ نينتون وجدون وخالهم وخالي. اي باركين عندهم. انت عند مين قاعدة؟ انا باركي عند اهلي. ايوه. اي يعني كمان بدرس بس بيتي باخر صلاح الدين حاليا، لسه ما رجعت له. باركي انا لحالي هلا عند اهلي. متزوجة؟ متزوجة. اي ايش في عندك اولاد؟ بنوتة كمان. انت وجوزك وبنتك قاعدين؟ ايه قاعدين عند اهلي هلا. 4 و1 5. الله يرزقكم يا رب. طيب هلا بدنا نعمل شغله. انتوا قد ايه العدد الاجمالي كلياتكم؟ هلا نحن بيت اهلي 24 شخص. معكم كلهم بالبيت واحد 24 شخص؟ لا هلا في يعني بس دائما عند اهلي لاني يعني المركز الرئيسي. عند اهلي. طيب يا ابو النور 4 ب4. بيت أهلك وين الرئيسي؟ هون كمان جنبنا عند صدري طلعلهم. طيب هاي 4 فروجات من عند بركات سيف الدولة. جيبي فروج مشوي وتاكلي وتازم تقولون أنا ربحت بعرق جبيني، قريت له قرآن تبارك وربحني.
تمام. وهي 4 كيلوات عشب بلبل من عند الوسيم بالملعب البنات. الله يرزقكم. انا احبك بالله وبفتخر فيك. يلا يلا الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. مرحبا شادي حلوه، كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله اشكر الله. والله طلع عند اختي شوي. ايه عند اختك طلع شوي. ايه. ليش انت من وين؟ انا من صلاح الدين. ساكنه عند السبسبي؟ ساكنه عند فروج السبسبي. تماما. رمضان مبارك علينا وعليكم. بتسلم باليسار انت؟ سلم باليمين. استني اسلم عليك. يلا رمضان مبارك علينا وعليكم. الله يديمك. عندك اولاد؟ وين؟ طبعا عندي اولاد، عندي بنت كبيره مجوزتها عندها توأم صبيان وبنت، وعندي وحده ثانيه مجوزتها عندها بنت وصبي، وعندي صبي مجوز خدم عسكري من سنين 6 شهور عنده صبي، وعندي صبي خلص ادب انجليزي سافر على دبي. لحالك سافرين؟ لا انا وجوزي وعندي بنوته صف 8. ايوه. مين عم بتصرف على البيت؟ والله الحجي عندي شوي مريض وعنده إعاقة. بيشتغل هيك شوي أخوه بالكويت، هو يعني بالصيف بيبعت له عنده محل أخوني كيف بيبعت له هون شوية أعشاب وهيك بيساعده يعني. إيه بيساعده أخوه. إيش بيبعت له أعشاب يعني؟ يعني بياخذوا ملوخية من عنا من حلب، بياخذوا ميت فرندي، بياخذوا درس فيه. من أنتوا بتبعتوا لهنيك؟ نحن بنبعت لهنيك. أيوة. إيه يعني بيشتغل مع أخوه شوي. أيوة. بس بالشتاء هيك شوي بيبقى الوضع صعب شوي. أيوة. الحمد لله على كل حال. 2 و2 أكيد ما 7. 2 و4 لا أنا دارسة بس للتاسع، شوف ما تجور علي. 300,000 الله يرزقكم. واحد وواحد يعني تفطري اليوم عنده ولا بجي؟ لا بدي أرجع على البيت والله. واحد وواحد أكيد 2 دخيلها لعندين. الله يرزقك. صاروا 500,000 الله يرزقك. أعطينا ساكنة، ساكنة جنب السبسب يا دام. أيوة الله. صلاح الدين يعني. إيش عم توشوا شي؟ لا إذا أوشوا شي شغلة. هلا بفرجيكم هلا. يا رب. إيش بك؟ إن شاء الله هيك الصحة والعافية وراحة البال. تفضلي. وهي كيلوين عشب بلبل من عند الوسيم بالملعب البلدي. فروشتين من عند بركات صلاح الدين سوبر ستار شارع سوبر ستار. الله يرزقك. على راسي. الله يرزقك. لطلع راس الجبل يا عيني واشرف على الوادي واقول نسمها وبلادي. رايحة لهون على البيت. ايش في عندك؟ هدي هدي شوي، روحي وصلي على النبي شوي. ايش في عندك بالبيت؟ والله رايحة على جماعة. ايه. اتعشى عندهم. بالله. مين انت؟ لك ايش بدك؟ شادي حلوة؟ لا لا شادي بشعة. اذا شادي حلوة اعطيني ابو زن. روعي انت. صلي. والله رايحة على البيت. ايه. بدي اتعشى على الجماعة، انا بالفردوس ساكنة. ايه. جاي لهون على الجماعة هون والله اتعشى. منو هدول الجماعة بيقربوك يعني؟ بيت حماي. بيت حماي؟ بيت حماي، انا ايه. ارملة. لا. والله. ايش شو الفطور عندهم؟ والله علمي من علمك. ايه. جاي فجأة والله. ام ايش بقولوا لي؟ ام طاهر. ام طاهر عندك ولاد؟ لا. الا الله. لا، وين ساكنة لحالك بالفردوس؟ بالفردوس لحالي. والله شو. والله. ايوه. والله لحالي بصيامي. ايوه. والله. مالي إلا الله. العينتين خلي لي عينتينك. والله والله خلي واحد اثنين. والله خلي لي عينتينك. لك دخيل ربك. والله اعطيني 400,000. هاي 400,000. الله يحن عليك ربي. وجه النبي محمد. واحد وواحد. 2. هلا بقلك. والله ابوسك انا. ابوسك. والله مشتهي على الفروج المشوية. بشرفك. والله. والله والله. لعيونك. والله عم بمشي واول على الواي يكون هيك حدا يعطيني فروج واكله هيك لحالي. اروق لحالي واكله. روقي، معناتها هلا ما تروح عم بتحماكي. خذي هاي تنتين، هاي تنتين فروجتين مشويات.
من بركات سيف الدولة تاخذيهم. الله يوفقك. كل وحده قسمتها لحال، يعني لحال كل يوم تاكلي فروجة لحال، يوم تاكلي فروجة لحال، ما ضلوا تاخذي فروجتين. الا وين اروح فيهم؟ الا وين اروح فيهم يعني؟ يلا وهي كيلوين كيلوين على الشب البل. الله يوفقك. من عند الوسيم بالملعب البلد. والله عم اشوفك بنومي. لا والله واسم الله واسم الله. شو قد اخذتي 400 ألف؟ ما بعرف 400 صاروا 500. الله يوفقك. نص مليون. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يخليك وحن عليك ربي. الله يخليك وحن عليك ربي بجاه النبي محمد ويخليكم الجميع. ضليتي تروحين بيت حماكي؟ ايه والله بدي اروح بقى. عازميني يعني يعني ايش اسوي؟ يلا توكل يا الله. بصير يعني بكره بعد بكره اجي بالفرجة. ايه ما بدك بدك. كل ما اكل بدي اروح عليه هون. يلا قولي يا رب. طلب منك دراجة على الكهرباء. ايه اجيتك جبنا لك اياها؟ لا قلت لي الصيفيه تجي. هدية العرس ايش هي؟ كرسي الكهرباء. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك يا سيدنا محمد. خلونا مع بعض نكفي كتف بكتف نشيل هموم، فيق حلم اوجاع نغفي سوا كل ما وقعنا نقول. خلصنا الغية هاي بقى. ايه اه ما الغية طاوله الغية حلو استاذي حلو الشباب. عبقول وداعا قلت له واحد حمدي. كان مكسور وعنده عكاستين، هو مشي طق العكاستين اول شيء. خلص هاي حماتي. هاي حماتك إيه؟ والله هي. الله كتر خيرك. قال انت عم تدعميهم وانت إيه. يلا اعطونا الكرسي. وين الكرسي؟ يلا ناس لبعضها رح تبقى وبعد الفرقة في ملقى، رح نشبر خاطر مكسور ونداوي قلوب محترقة. الناس لبعضها رح تبقى وبعد الفرقة في ملقى، رح نشبر خاطر مكسور ونداوي قلوب محترقة. ايد بايد رح نرجع وشمس الامل رح تطلع، نبني سوا حيطان البيت وما تخلي طفل يدمع. نبني سوا حيطان البيت وما نخلي طفل يدمع. الناس لبعضها رح تبقى. هذا الكرسي مقدم من أخ سوري مقيم بالصين، بعت لك إياه. الله يرزقه ويطول بعمره. يلا يخلي له أولاده. الله وهي الشاحن صار معه. والله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب ويخلينا إياك ويطول لي بعمرك يا رب. يحمي لي إياك. يلا السلام عليكم. الآن أسمر اللون، الآن أسمراني تعبان تعبان يا قلب خيو هواك رماني. مرحبا. واقفة بهالمطار وعطي عيسوس. ايش اسمك انت؟ سارة. سارة؟ بردانة يا سارة؟ اين صف انت؟ تاني. وين ساكنة؟ هنيكي. هنيكي؟ مين بيعمل لك السوس؟ ليش عم تبيعي سوس؟ امي بتعمله. امك بتعمله؟ وبتنزلي بتبيعي انت؟ ايه. شو بتبيعي الكيس؟ ب 3000. يعني هدول ثلاثة بثلاثة 6 9 12 15 ما في غير هدول بس؟ بس. يعني هلا إذا بعتيهم تطلعي على البيت تتدفي؟ اه؟ ايه. طيب وينو أبوكي؟ بالشغل. بالشغل. أبوك إيش بيشتغل؟ ليش؟ برادات غسالات. صلح برادات وغسالات؟ وأنت يعني عم تساعدي أهلك هيك هلا تنزلي وتبيعي؟ أنا صف أنت؟ صف تاني. صف تاني؟ يا علي عم ترجف رجف البنت. عم ترجف رجف البنت. طيب أنا اشتريتهم منك هدول هلا. تعال خذ هذا واحد لك روح. يلا
تعا وهذا واحد لك روح تعا وهذا واحد لك روح مين ضل خو تعا وهي واحد لك هلا بعطي للبنت تعي خي خو انت اعطي للبنت روح روح هدول خمسة كياس صح خمسة في ثلاثة 15,000 صح يعني هلا بدك مني 15 بس أنا رح أعطيك 300,000 واحد زائد واحد واحد زائد واحد اثنين دخينا العينتين أعطيني 300,000 هاي 300,000 هلا ضبطوا بيها بدول بس لسه ما خلصنا طولي بالك طولي بالك عم ترجف رجف يا جماعة طيب اثنين واثنين اثنين واثنين أربعة برافو عليكي وهي 200 صاروا نص مليون شلوني معك؟ طيب هلا بقى شو الفطور اليوم؟ اليوم مجدرة مجدرة؟ طيب هلا مجدرة بكره بتجيبي فروج شوفي شلون لقلك هاي فروجتين من عند بركات بسيف الدولة ماشي بتجيبي فروجتين مشويات يلا وهي كمان كيلوين على الشبلبل قولي لأبوك يجيبه من عند الملعب البلدي من عند الوسيم ضبي غراضك ورقد فريرة على البيت يلا يلا قوام 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 هدول ليقوم حدا ياخد لك اياه هون ها انتبهي ها ليقوم حدا ياخد ظروفي يلا اشيل لك اياه هون انا تعي ها كلهم ولادك هدول؟ لا هذا ابن اختي هذا ابن اختي وهون من جيراننا الدار ومعكم هم ايش بقولوا لي؟ انا ام احمد كم ولد عندك يا ام احمد؟ عندي هلا سبع اولاد سبع اولاد؟ سبعه نحن سبع اشخاص معي سبعه يعني معي بالبيت سبع اشخاص ليش ابو احمد وينه؟ متوفي ايه وانت وين ساكنه؟ بالسكري بالسكري ذات الانصاري هيك هالطرف طيب مين بصرف بالبيت؟ مين؟ عمار عمار ايش بيشتغل عمار؟ عنده عربان الدفش بشتغل عليه على الخضرة وهي إذا ما في خضرة عبيس طولة مثلا أو خبز ميكن هيك عالدورة يعني عالدورة ايه يعني انتي سبع أشخاص انتو في البيت وعمار أكبرون ايه عمار الكبير والصغار والصغار عندي ابن أصغر واحد عمره 9 سنين يلا أم أحمد يا أم أحمد 2 و2 4 300,000 واحد وواحد اثنين 300,000 أعطيني شو اسمه جهز لي اياهم ثلاثية إذا سبع أشخاص أنت في البيت أربعة وواحد أربعة وواحد خمسة طب اتركها تجاوب تاخد يلا هاي فروجتين مشويات من عند بركات سيف الدولة كيلوين على الشبلبل من عند الوسيم ملعب بلدي وهي قسيمة مواد غذائية بقيمة 350,000 من مول الدوحة بسيف الدولة واحد وواحد اثنين أعطيني 100,000 دخيلها لعنتين يلا سلام عليكم عطف على صوت ابتهالي وعطف على صوت ابتهالي فإليك أصلي أصلي ربي وإلهي يا حبيبي السلام عليكم عليكم السلام وين رايح؟ اهلا وسهلا استاذ قطعنا وقفوا هون مشان ممر المشاة ليقوم نروح قرب وين رايح؟ انا واقف على الاشارة انا انسان نظامي ما بتقيد طاول لا والله في منهم بيضربوا حالهم بس يروحوا واحد يعني والله اي والله انا بواقف على الاشارة والله انت وين رايح؟ انا والله على السريان هون عند الكنيسة ايش في عندك الكنيسة؟ والله بدي اروح على البيت ايوه بس اشوف المرأة شو وضعها ايش تشتغل انت؟ انا موظف متقاعد خطوط حديديه ايوه انت ومين ساكن بالبيت انا ومرتي ايش اسمك حضرتك صالح عبده صالح عبده نعم ايوه انت نسيت اسمك
المهم تذكر ابو ايش بقولوا لك؟ والله ما تذكرت اسمك. لا لا مو تذكرت عبلت اسمك. يلا معلش ابو ايش بقولوا لك؟ والله ابو يوسف. ابو يوسف بس ما عندي يوسف، ايه عندي بنتين بس. عندك بنتين؟ ايه ايوه متجوزين. ايه متزوجين؟ ايه. طب مين بصرف على البيت؟ انا. من هالراتب التقاعد؟ راتبي وبتجيني من عند العالم شوي يعني، الحمد لله مستوره. الله ما بطل. ايه الحمد لله. صايم ولا مفطر؟ الحمد لله الحمد لله. صايم؟ نعم. الله يتقبل. الله يسلمك على راسي. شو الفطور اليوم؟ والله امبارحه كان في عجه. لا. ايه والمراه ايدها مكسوره صار 15 سنه. وكذا دكتور رحنا اخر شيء قال ما بصير. عمليه ما بصير. تتنشل يعني. أيوه. تركتها يعني بجينا من عند جيران صحن من هون ندبر حالنا الحمد لله مستوره ماشي الحال. واحد وواحد اثنين. والله ابو يوسف قلبي حبك من جوا يا ابو يوسف. تسلم على راسي يا استاذ. على راسي يا استاذ الحمد لله. واحد وواحد اثنين اثنين. انا دخيلها لعينتين 300,000. هاي 300,000 الله يرزقك وخلي لك شبابك. ابو يوسف لسه ما خلصنا. واحد وأربعة أهلاً. خمسة. خمسة برافو عليك. صاروا نص مليون. الله يرزقك. أعطينا ثلاثية. عم عملنا أزمة، عملنا أزمة. هي إسعاف هي. إسعاف. أقوى أقوى. هيو اثنين واثنين. اثنين أربعة. لا جواب نهائي. لك شوفوا لي هالضحكة هاي، لك والله بتشيل الهم على القلب. هاي قسيمة مواد غذائية ب 350,000 من مول الدوحة بسيف الدولة. نعم. وهي فروجتين من عند بركات وزكور الجميلية. وهي كيلوين على الشبلبل من عند وسيم، كون المدام إيدها مكسورة فخلص. الله يرزقك. الله يرزقك ويخلي لك شبابك. يا رب. تأمرنا بشي؟ الله يخليك لك. والله نسيت اسمك استاذ. بنسى اسمك. اتشكرك واتشكر الشباب يعني. عبد السميع عبد اللميع. لا 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 عبد المطيع عبد الحميد. اي هذا بشعة شادي بشعة استاذ شادي. استاذ أيوة شادي. بشعة. لا شادي بشعة. لا لا اخوي انت اخوي. لا الله يرضى عليك شادي بشعة هاي. وايش اسمه شادي حلوة؟ شادي حلوة. ايوه هذا هو هذا هو. يلا سلام ماشي عليك. الله يسلمك. الله يسلمك ماشي خير. الله يرزقك. بكرة بكرة مثل هالوقت ايه نلتقى انا وانتي هون ايه بنفس التوقيت. واحد زائد واحد اثنين. بكرة بيكون عندك كرسي كهربا وانتي بتشوفري عليه وبتمشي وبتروحي وبتجي وما حدا له علاقة فيكي. الله يرزقك. الله يجبر بخاطرك. فإليك أصلي أصلي ربي وإلهي. مرحبا يا حلوة. كيف هي؟ منيحة الله يعطيك العافية. شو أخبارك اليوم؟ منيحة. منيحة؟ عزبتك أنا عم بنزلك وبطالك بالطابق. لا مو مشكلة عادي. ها؟ مو مشكلة عادي. مو مشكلة عادي أكيد؟ عادي. يعني مسامحتيني؟ نحن بالعكس نحن عذبناك. لا أنا بالنسبة لي أنت بالتحديد عذابك راحة. سلام. آخ آخ إيش قلبي حبك. سلام. شوفي لي هالكرسي. وأنا بالأكتر. لك وبوس قلبك أنت. شوفي لي هالكرسي الأورنجي. الله يعطيك العافية. يلا يا أبو النور هات. يا أبو النور هات. يلا قول يا رب. خلونا مع بعض نكفي كتف بكتف نشيل هموم نفيق حلم أوجاع نغفي سوا كلمة وقعنا نقوم. خلونا مع بعض نكفي كتف بكتف نشيل هموم نفيق حلم أوجاع نغفي سوا كلمة وقعنا نقوم. إيد بإيد بوش العتمة نمسح دمع ونسرع بسمي نقسم سوا ذات اللي من الناس لبعضها رح تبقى
نقسم سوا ذات اللي من ناس لبعض رح تبقى. انتي للكرسي؟ ايه. والكرسي حبي؟ تسلم. يلا بقى هلا شوي شوي بتشوفي عليه ان شاء الله كل امورك تمام ان شاء الله. الله يرزقك. الله يرزقك. الله يرزقك. الى لاخت نسرين مقيمة سورية مقيمة في الجزائر هي اللي قدمت الكرسي لك. الله يرزقها. شايفه تنيت الحلو ما تحملت. تسلم. الله يرزقها. سلامتك. شوفي بوسه للكاميرا. تعبان يا قلب خيو هوا كرامان هوا كرامان هالأسمار اللون الأسمراني تعباني يا قلب خيو أكرماني الأسمر اللون الأسمراني تعباني تعبان يا قلب خيو هواك رماك. ايش بخ خجلان يوم؟ خجلان ما بعرف. ليش عم بأشر لك هيك وكذا. عيب النزم. لأنه أشقر يعني هلا وعيونك زرق عدم مؤاخذة. وأنت أشقر كمان. ما بعرف بقى عيونك زرق بقى بدي أشوف حاله علينا. ايش اسمك أبو إيه؟ محمد. أبو محمد. محمد شيخ العشري أبو وليد. أنا محمد شيخ العشري ايه. على رأسي والله أبو وليد ايه. على رأسي أبو وليد. شو بتشتغل أبو وليد؟ كهربجي. كهربجي؟ شلون الوضع؟ والله أنتو الكهربجية ما للأمانة ها يعني مناشير. ليه؟ منشاف أبدا بيجي بصلح له على الروح ورجع يعني بياكل واحد صلح له في شيء قول له 100,000 صلح له كذا موكل لون موكل لون موكل لون. وين ساكن؟ العبارة والله. العبارة ساكن؟ بيتي طبعا بكلاسة بس يعني مضروب يعني هلا بيرك عياري. انت ومين؟ انا مرتي وولادي. كم ولد عندك؟ اربع بنات. اربع بنات؟ ايه. ابو النور اثنين واثنين بس عندي ثلاثة توم ها؟ اثنين و ثلاثة؟ ثلاثة فرد بطن. وتوأم حقيقي؟ ايه. لا بختلفوا عن بعضهم. ايوه. الله يخليك يا الله يحفظك يا رب. اثنين واثنين؟ اربعة. الله يخليك هالاربعة. الله يسلمك يا رب يحفظك. شو هدول ابو النور؟ تعال استلم محمد. لا والله جد والله هنن محددوا هنن ايش بدي احكي لك؟ ايش بدي احكي لك؟ الله يمضي الله يمضي هالرمضان على خير يا رب. الله ان شاء الله هي 400,000 لهلا اربع بنات الحلوين. الله يحفظك الله يحفظك. يعني هذا المكان اللي انت ساكن فيه هنيك تحت شو يعني هو؟ مكتب والله يعني اهل الخير والله الله يجزيه الخير يعطيني اياه وبيرك يعني مشالدي بالازمه يعني. ايوه. انا على فكره كان عندي خمس بنات صوبنا بالازمه انا وبنتي، بنتي راحت الكبيره وضلت بنتي. يا ربي دخيل والله. بنتك شلون تصوبتوا؟ صوبنا بالكلاسه. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله. طيب الله يرحمك. الله يامن. وهلا باين عندك اربع بنات. اربع بنات. اكبر وحده قد ايه عمرها؟ ثلاثه عمرهم 17 سنه. ثلاثه 17 ابوس قلبهم هدول التوائم. الله يحفظك. والثاني 13 هذيك 13. طيب لا بدنا 500 2 و2 4 هنا الاربع هدول الاربع اربع بنات قطعوا قطعه الجنه. الله يرضى. 500,000 صاروا 900,000 كم مليون على المليون؟ صاروا مليون. يسلموا الله يرضى. هلا جينا بقى انت قاعد مكتب ايه. اهل الخير هن عايطينك اياه انت ومرتك واربع بنات. اربع بنات عن جمال عباره. عن جمال عباره. وانت بتشتغل كهربجي. كهربجي منزلي. كيف الرزق يعني؟ الحمد لله بيجينا ايام نبروك ايام الحمد لله. يعني انت بتشتغل على النقط مو على النقط هيك؟ لا والله ما حدا بيعطيني نقط هلا كله طوب يعني مقطوعه. مقطوعه اكثريه مقطوعه. ايوه وتاكلها جرب معي وما بعرف لو انت رضيان كمان والله شو بعجبك كمان والله ما عندي شيء عند سينت جاهز انا هذا
جاهزين. هذا ما جيتوا فازوا مضروب. جاهزين. هذا فازوا مضروب. هذا نترو فاز. هاي اطلب وتمنى. هذا الحيمي داخل على البيرد. هذا لا. هذا نزل. حلوة هيك. لا هذا تدل الكهرباء النظامي إذا الكافيشوني. هات نشوف. خيو فروجتين من عند بركات الجميلية، كيلوين عشب بلبل من عند الوسيم، وقسيمة مواد غذائية من مول الدوحة بسيف الدولة ب 350 ألف ليرة. أشياء الله يرزقكم ويسلمكم. الله يخليك البنات إن شاء الله بينعاد عليهم. الله يحفظهم. أمانة بتسلم لي عليهم. والله بوصل. وربي يجعلك دايم. ما في أحلى منهم. الله يحفظهم. ما في أحلى منهم البنات. إلي إلي. والله السلام عليكم. الله يحفظ. خير. كيفك؟ تمام ماشي الحال. شو أخبارك؟ كويس. وين رايح؟ كنت واجه من الجامعة. شو اسم حضرتك؟ أمجد. جامعة شو عم تدرس؟ أمجد؟ أمجد. أمجد اسمك؟ إيه. شو عم تدرس بالجامعة؟ طب بشري سنة خامسة. ما شاء الله. حلو برافو والله. شو بتحكي لنا أمجد عنك؟ وين ساكن؟ ساكن هون جنب دوار النحاس. أنت ومين؟ أنا والدتي. لحالكم؟ إيه لحالنا. وينو أبوك؟ مسافر. أيوة. يعني طلع عليكم بسأل عليكم. أي أكيد هو بيحكي معنا دوما. وغير الحكي المصروف والهيك. الحمد لله ماشي الحال. أيوة. مين بيشتغل في البيت بسرو؟ والدتي. أنا بس بدرس. والدتك قدي عمرها؟ يعني ما دين نقول شيء 45 فوق 45 تقريبا. شو تشتغل والدي؟ بالتربية موجهة. أما كيف الوضع الصحي؟ الحمد لله نشكر الله يعني وضع كويس من أول نوعا ما. وانت كطالب طب كيف وضعك؟ الله ماشي الحال يعني مثل أي طالب بهالبلد. ايه. لما يكون بعاني من مشاكل عادي يعني هو هيك الوضع عادي. أي يعني أي شخص ممكن يعاني من مشاكل من أمراض حسب. أنت عم تعاني من أمراض؟ الله إيه شوية مشاكل يعني يعني كل ما بحلل الفيتامين دال بطلع ناقص. ناقص فيتامين دال؟ اي. غيره ايش في يعني معك؟ هو ناقص فيتامين دال عمل يعني شوية مشاكل عصبية. فعملت عملية ديسك قبل هالمرة. عملت عملية ديسك؟ أي. شو المشاكل العظمية اللي صارت لك؟ صار عندي فتق. فتق بظهرك؟ هو انت يعني هاي المشاكل العظمية هو صار بظهري يعني؟ هو صار بظهري من حوالي كم سنة. أيوة. انا ما اخذت شيء بشيء يعني فكرت انه عادي ممكن شلت شيء ثقيل او هيك. أيوة. عملت عملية وبعد يعني سنتين ثلاثة لاحظت انه عم بيجيني شوية آلام عصبية فرحت على الدكتور شاف انه معي شوية هشاشة عصام وهيك يعني هلا باخذ فيتامين دال وكالسيوم دوما. وكيف هلا امورك؟ عم بتتحسن تدريجيا. انت ساكن بالبيت انت وامك بس؟ اي فقط. شو قلت لي اسمك؟ امجد. وامجد انت طالب سنة خامسة؟ اي. يعني بقي لك سنة إن شاء الله وبتتخرج وبعدين تتجه بالاختصاص؟ تماماً. شو هيك رايد هيك يا أمجد تختص؟ الله الحقيقة الجراحات أكثر شيء داخل بالي. بالله إشو؟ جراحات ولا بيطري؟ لا جراحات. يعني بيطري كمان والله أنا بأمل لك هلأ بأمل لك على البيطري شي 15 زبون. 15؟ أوف. طيب أمجد اثنين واثنين؟ أربعة. بحت معنا 500,000. أعطيك العافية. أربعة واثنين. ستة. صاروا مليون. كمان يعطيك العافية. أعطينا الثلاثيات الخيام. اثنين واثنين. أربعة. خيو كيلوين عشب بلبل، فروجتين مشويات من عند بركات الجميلية وقسيمة مواد غذائية ب 350 ألف من مول الدوحة. نفتخر فيك والله يوفقك والله يشافيك ويسلمك يا حبيبي. سلمنا على رب رمضان كريم علينا وعليكم. وانت بألف. وانت بألف. يا وطني قول انت خايف قول ناس العمر بتوقف حدك وناس مش معقول قول يا وطني قول انت خايف قول ناس العمر بتوقف حدك وناس مش معقول
طبعا مصورك لك. ايه ايه عم صورك لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايش هالعيون الحلوه الملونه يوب؟ هذا هون اكل صواب. ايش اكل صواب؟ وين ضربنا؟ وقع الديواني هاي. ها؟ وقع الديواني. وقع الديواني؟ نعم ما وقع ظالمه. ايش هالوقعه هاي؟ ايش عرفني؟ معناتها شقوه ما بتقعد عائل. ما بعرف حرك. ها؟ حرك. هيك لنانتك. عم تصورونا؟ ايه. شلونك يا امي؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ والله ايش بقولوا لي؟ معيسى. على راسي. وين ساكنه؟ ساكنه هون شارع السد. وين؟ وين؟ شارع السد. انت ومين؟ انا وابني. بس هلا معزومه عند اخوي بدي اروح لعنده افطر عنده. والله شو والله وصارتنا فرصه وكسبنا الوجه المنور شفنا. اللهم صل على الله. الله يسلمك سيدنا محمد. ام ايش بيقولوا لك؟ ام عيسى. ام عيسى بتعرفي لها شادي حلوه؟ ايه سمعانه فيه لك هذا المذيع الغليظ. ايه سمعانه فيه. ايه هذا عنده برنامج مسابقات. ايه شفته على التلفزيون. ايوه. ايه فجاهزه تكوني بالمسابقات معه؟ ما بعرف انا ببارك ما بحسن امشي. ليش ما بتحسن؟ ما بحسن شايف. ما لا لا واحد زائد واحد ما معك بيها كده واحد وواحد اثنين. لك دخيل هالعينتين. انا شادي حلوة. انت شادي حلوة والله. انت هذا اللهم صل على النبي. هي 200,000. الله يرزقك يا رب. يلا انت طلع علي. بدك تعذب نانتك؟ ما بعزمني. جايبني جاي ياخذني معه عشان عشان ما يتوقعي. ايش عم تاخذي؟ ايش صاير معك مرض؟ ليش؟ ايش تعبانه؟ ظهري ومكحوخ ظروف. مين باقيين هلا بالبيت عندك انت؟ انت مين بصرف على ابني الصغير؟ ابني الصغير. ابنك هو اللي بصرف؟ ايه. اه؟ ايه. مرضيين؟ الله يخليك. الله يرضى عليهم جميعا. والله هذا ما عم بيشتغل صار له 5 أشهر بالك. ليش؟ ايش هو؟ ما عنده شغل. ايش هو بيشتغل ليش؟ هو بيشتغل بالجايده بالمحل. يعني هو ايش اساس صنعته؟ اساس صنعته يبيع بالمحل مانطويات. بياع يعني؟ ايه. ايوه. عند واحد. أيوة. ايه واحد وواحد اثنين. اعطيني 100,000. الله يرزقك يا رب. هي لك لانه بتجي جاي تاخذ نانتك وتدير بالك عليها. والله انت شادي حلوه. والله اه انت شادي حلوه. لك ايش بدك هداك غليظ؟ انا حليوه وطلعي مع حلاني وكذا. هداك معلق. الله يحميكم يا رب. ايه. الله يحميكم. اثنين واثنين. اثنين واثنين اربعة. برافو عليكي صاروا 400,000. الله يرزقك يا رب. طيب هلا انت ساكنه هون بالسد. ايه فاروج بركات بسيف الدولة بتعرفيه بالسوق؟ ايه مو بتعرفي؟ انا ما عم بطلع خالص. لا بعتي ابنك بكره يجيب لك فروشتين مشويات افطروا انتوا والشباب وظبطوا. يعني قالوا لابني؟ ايه لك انت تفضلي هي فروشتين مشويات. لا فروشتين مشويات بركات سيف الدولة. هذا هو بركات سيف الدولة. هي بركات سيف الدولة. يسلم يسلم. وهي كمان كلوين على الشب البول من عند الوسيم بالملعب البلدي. ايش بدك مقابل؟ ايش يعني تعا؟ ايش بدك تعا انت؟ ايش بدك تعا؟ ها يلا الله يديمك يا امي. ها تعا ساوي معي مقابله. ساوي معي مقابله. بس ايش اسمك انت؟ يوسف. وين كنت؟ كنت بالجامع. ايش عم بتدرس بالجامع؟ عم ندرس قران. عم تدرس قران؟ يعني هلا ايش حفظان قران؟ سمعني لحتى اربحك بالمسابقه. حفظان هذا سوره النبأ. النبأ. اعطيني اوله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. شو اسمك أنت؟ يوسف. يوسف واحد وواحد اثنين. هاي 200,000 لك يا يوسف. انت ايش اسمك؟ مصطفى. مصطفى كمان بروح على الجامع؟ ايه. ايش حفظان مصطفى؟ سورة قل هو الله احد. سمعني اياها هلا. شوف هات لها. شوف تعال سمعني اياها. سمعوا يا هلا عمو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. برافو عليك. اعطيني 100,000. وهي 100,000 لك. وهي فروشتين مشويات من بركات سيف الدولة. خذهم اليوم على الفطور. هلا قال لهم روح لعند امك قال لها اليوم بدنا نفطر. يلا فريرة. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف الصحة ان شاء الله؟ الحمد لله الحمد لله. شفتك عم تلقط المكالمة هيك يعني. لا والله عم بدق لها والله لبنتي. ايه خير ان شاء الله. بدق لها راح تجيب كوسة. ايوه من مساء القصر. من بستان القصر تجيب كوسه؟ ايه. ليش ايش اليوم مشتيت هيك؟ ما في يعني. اه ما لقيت؟ لا لقيت الحمد لله. ايش مشتي ليش اليوم انت اليوم تفطر؟ والله ماني مشي على شيء طاوي. لكن ايش خطر لك كوسه؟ بدي اسال شيخ المشتي.
انت اللي هي؟ لا انا وهي نفس الشيء، هو يعني العائله كلها ان شاء الله بالبيت. بالبيت كم شخص بالبيت ما شاء الله؟ نحن خمسه. انت ومين ومين؟ يعني انت والمدام؟ اربع بناتي. اربع بنات عندك؟ سته اربع بنات. خمس بنات عندي وانا وامهم. لا بدك ثبت حرام. لا خمس بنات وانا وامهم. خمس بنات الله يجعلك دايم. ما عندك صبيين؟ لا عندي صبيين الله خليك. ابو ايش بقولوا لك؟ ابو ياسين. ابو ياسين شو بتشتغل جنابه؟ انا اصلي بشتغل نجار بيتون. ايوه. بس هلا مؤذن في جامع فاطمه الزهراء ما شاء الله. ايوه بأذن فخري طبعا انا. ايوه يعني لله يعني انا ما هو. طيب يعني حفظان شيء هيك تسمعنا شيء هيك في صوت كويس ولا ايش؟ الله اذا في صوت في صوت الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. ايوه اعطينا هيك شيء. انت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق. أنت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق. حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبكى ما ينطق. الله يسلمك. أبو إيش؟ أبو ياسين. أبو ياسين يعني البيانين بالبيت أنت والمدام والبنات؟ فضل من الله سبحانه. والولدين؟ والولدين مجوزين. الحمد لله. أنت بتصرف على البيت؟ أنا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. الله يعطيني الحمد لله وفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب بتقبل دعوتنا على الافطار هيك من بعد امرك هيك؟ الله شوف انا مالي بحاجه. افطار صائم هذا مال على انت بحاجه. إيه انا والله بتربح وانت بتوزع. انا مالي بحاجه بس هي افطار صائم هيك انت. هلا تكرم انا ما الله لا يكسر بخاطر بس انا والله مالي بحاجه. طيب اثنين باثنين؟ اثنين باثنين اربعه. فروج وشب البول هذول افطار صائم بعد امرك. هلا دول يكون اكرمتني وزياده. لا هدول افطار صائم. ايه. هلا بعد دعمك اماني بقى انت بتربحك وانت اليوم متسابق معنا. ايوه انت اللي بتربح وبتوزعون كمان. اثنين واثنين اربعه. اعطيني 400,000. انا والله مالي بحاجه استاذ شادي والله انا مالي. هذا باسلوبك بطريقتك انت امرك تصرف به. تكرم بصل ان شاء الله. السلام عليكم. الله يكرمك ويخليك والله يخلي لك البنوتات ان شاء الله. الله يسلمك. انا بدعي لك والله لحالي من دون ما انت خاصه وصل لي خبر من امس مرضان. الله يديمك على راسك والله. الله يخلي الشباب كمان الحلوه. الله يخليك الوردات هذول. الله يكرمكم يا رب. حفظوا الحلوين ان شاء الله. والله طيبين حلوين لاني قديش ماشي مع واحد حلو المثل بالفعل على مثل. اذا هيك افحمتني. السلام عليكم. كنا منقول ان الفراق ده مستحيل وكل دمع على الخدين كانت بتسيل مليانة بامل ان احنا نبقى موجودين في بحر الحور على الشطين. وهيك بكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة التاسعة من برنامج الناس لبعضها في رمضان الخير. وهذه الحلقة مقدمة من الأخت أم عمر والأخت أم علي والأخت هبة والأخ أبو زكور وأيضا فاعل خير من النمسا فاعل خير كذلك الأمر فاعل خير وأيضا من الأخت رباب من ألمانيا. دائما وأبدا على محبة الخير نلتقي والإنسانية لا جغرافيا لها. أطيب المنى في هذا البرد والمطر الشديد. نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.